ظاهرة دخيلة على المجتمع الأنباري بدأت بالانتشار بشكل ملفت بين شريحة الشباب والمتمثلة بتعاطي الحبوب المخدرة أو الاتجار بها في الأماكن العامة والمقاهي، والتي يتم تهريبها بحسب مصادر من دول مجاورة إلى العراق بطرق ملتوية. الأمر الذي دفع قيادة شرطة الأنبار إلى إلقاء القبض على بعض مروجيها بالجرم المشهود. بدأت العمل بالحبوب المخدرة قبل سنتين، تجي عن طريق سوريا للعراق، يتم تصريفها بالرطبة بالرمادي اللي يشتري من عندهم عن طريق التواصل الاجتماعي من سوري، وبعدين صار ويا واحد من الرطبة نفسها. ايش قد ضبطوا بحوزتك؟ 20,000 حبة. 20,000 حبة، وين تفيد بيها؟ سيدي بايعها. لي بايعها علي من؟ بايعها من اللي يشترون هاي الحبوب؟ سيدي يعني أكثر فيها؟ الشباب. سيدي شباب. شلون توزعها؟ طريقة البيع مالك، هل طريقة علنية؟ لو بالمقاهي، بأماكن عامة، تجمعات؟ لا سيدي. أو عندك ناس أنت متعامل وياهم؟ متعامل ويا ناس سيدي تقوم بيها وتخليهم متعامل. قيادة شرطة الأنبار وبعد اعتقالها لبعض مروجي الحبوب المخدرة مؤخرا وبحوزتهم 45,000 حبة، كان المراد توزيعها بين شريحة الشباب والتلاعب في عقولهم، ما ينعكس سلبا على سلوكياتهم ويلقي بظلاله بالضرر البالغ في المجتمع. بإلقاء القبض على مجموعة تتألف من 7 متهمين كانوا يتداولون ويتاجرون بالحبوب والسموم المخدرة في هذه المحافظة. هؤلاء المتهمين تم ضبط بحوزتهم ما يقارب حوالي 45,000 حبة مختلفة هذه الحبوب والسموم المخدرة، ضبطت بحوزة المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، لأن هذه الجريمة لا يمكن أن تكتمل ويكتمل مراحل التحقيق فيها إلا وفي حالة يتم ضبط وإلقاء القبض على المتهم وبحوزته ما له مساس بالجريمة لكي تكتمل مراحل التحقيق والإدانة من أجل إحالتهم إلى محاكم الموضوع. ظاهرة الحبوب المخدرة انتشرت في عموم البلاد عامة وفي الأنبار بصفة خاصة بعد سقوطها بيد الإرهاب في الأعوام الماضية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية تأمين الحدود مع دول الجوار وعدم السماح لضعفاء النفوس بإدخال هذه الحبوب إلى العراق. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.